أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نناقش فيها مستجدات المشهد في سقطرى وطبيعة الموقف السعودي من ذلك. اتهم مصدر أمني في سقطرى المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا برفض تنفيذ اتفاق للتهدئة والاستمرار في الدفع بتعزيزات نحو مركز المحافظة. وقال المصدر أن القوات الحكومية بدأت بتنفيذ الاتفاق بينما رفض الانتقال ذلك، مواصلا حشد قواته باتجاه مدينة حديبو المركز الإداري للمحافظة في مسعى للسيطرة عليها. أضاف المصدر أن مسلحي الانتقال نصبوا نقاطا جديدة على المدخل الغربي لمدينة حديبو، كما دفعوا بتعزيزات إلى مقر اللواء الأول مشاة بحري التابع للمجلس. إلى ذلك قالت مصادر محلية أن القوات السعودية انسحبت من نقطتين لتأمين حديبو، بينما لا تزال في نقطة بمنطقة مطار سقطرى، غير أن مسلحي الانتقال تجاوزوها باتجاه المدينة. حدث ذلك بعد أن كانت القوات السعودية قد رعت أمس اتفاق تهدئة بين القوات الحكومية ومسلحي الانتقال بهدف إنهاء التوتر وتطبيع الأوضاع. ونص الاتفاق على منع خروج السلاح والعربات من الوحدات العسكرية إلا بالتنسيق مع التحالف، وكذلك إزالة النقاط الأمنية باستثناء التي ينشئها التحالف، وهو ما يرفضه الانتقال المدعوم من الإمارات. نناقش احتمالات انفجار الموقف في سقطرى وموقف السلطة المحلية فيها وطبيعة الموقف السعودي مما يجري بعد متابعة هذا التقرير. بين التهدئة والتصعيد يترنح المشهد في سقطرى، لا تكاد الأمور تهدأ إلا ويعاود التصعيد من جديد. حشد الانتقال مقاتله بحرا على علم من التحالف والشرعية، سيطر على اللواء الأول مشاه بحري وهو أقوى وأكبر وحدة عسكرية في الأرخبيل. الإمارات تزداد تغلغلا في المجتمع السقطري وبأموالها تشتري المزيد من الولاءات، في المقابل تبدو السلطة المحلية بلا حول ولا قوة، وكل ما تراهن عليه هو الالتفاف الشعبي الذي لا يزال متمسكاً بالدولة والجمهورية والوحدة. الحكومة الشرعية تبدو عاجزة ومسلوبة الإرادة أمام القرار السعودي الذي صادر كل القرارات في اليمن. تساؤلات مهمة تدور حول حقيقة الدور السعودي إزاء كل ما يجري في الجنوب وفي سقطرى، كالسؤال عن قدرتها فعلاً على لجم التصعيد العسكري لميليشيا الانتقال المدعومة من الإمارات. وإذا كانت الرياض قادرة فعلاً على السيطرة والتأثير، لماذا إذن يستمر تصعيد الانتقال؟ ولماذا يرفض أتباع الإمارات اتفاق التهدئة الذي اقترحته القيادة العسكرية السياسية أمس في حديبو، وأصبح الناس وكأن شيئاً لم يكن؟ إذن لمناقشة أوسع حول هذا الموضوع ينضم إلينا من حديبو الناشط السياسي عبد الله بداهن. مرحبا بك معنا ضيفا في هذه الحلقة سيد عبد الله. أهلا وسهلا، مساء الخير. نعم، لو نبدأ معك، لو تعطينا لمحة حول ما يجري في سقطرى الآن بداية. ما يجري في سقطرى الآن هو محاولة للالتفاف على كل الاتفاقيات التي تبرمها ميليشيا الانتقال المدعومة إماراتيا كالعادة، تحشد كل مرة لدخول عاصمة حديبو حاضرة محافظة الخليج سقطرى، وترمي بكل الاتفاقيات وكل التعهدات السابقة أرض الحائط، مستغلة الرهان الذي يراهن عليه أبناء سقطرى عموما والسلطات المحلية والأجهزة الأمنية والعسكرية التابعة للقوات الشرعية، وهو رهان الحفاظ على سلمية سقطرى وعدم الانضرار للعنف في هذه المحافظة المسالمة التي لم تشاهد ولم تشهد أحداث دامية منذ عقود. لكن للأسف المال الإماراتي الذي يمول ويجهز هذه الميليشيا وهذه القدر والكم الهائل من السلاح والعتاد والجنود الذين تم جلبهم من محافظات أخرى كالضالع ولحد وغيرها من المحافظات، للأسف أصبح
الأمر في سقطرى حاليا بعد قوسين أو أدنى من الانفجار الحقيقي الذي إذا قاب قوسين أو أدنى من الانفجار. سيد عبد الله بداهن قاب قوسين أو أدنى، هنا نبا عن انسحاب القوات السعودية من نقطتين لتأمين حديبو، هل تؤكد هذا الانسحاب؟ في الحقيقة لا يوجد نطاق عسكرية للقوات السعودية سلفا عدا النقطة العسكرية التي استحدثوها بين منطقة المطار والعاصمة حديبو، في تحديدا عند منطقة قاطب على بعد حوالي 5 كيلومترات من العاصمة حديدو جهة الغرب، لكن لم ينسحبوا من هذا من تلك النقطة، بل مرت قوات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا بأرسالها العسكرية من أمام النقطة العسكرية ومن أمام مقر التحالف في منطقة النوري على أمام بوابة المطار، ومروا من أمامهم بكل سهولة وسلاسة، بينما الاتفاقيات التي أبرمت بالأمس تنص علانية وبكل وضوح بأنه يمنع منعا باتا على جميع الأطراف إخراج السلاح الثقيل وإخراج العتاد العسكري من الأماكن العسكرية والمعسكرات، ولكن للأسف السعودية على الأقل يمكن أن نصف بأنها تتغاضى وتغض الطرف أو أنها في أقل الاعتبارات تخل بمسؤوليتها المنوطة بها. إذن السعودية تخل بمسؤوليتها عبد الله بداهن كما أشرت. تفضل بالبقاء معي سيد عبد الله، معنا من أبهى الصحفي السعودي سلمان عسكر ضيفا معنا في هذه الحلقة، مرحبا بك معنا سيد سلمان. حياك الله، أهلا وسهلا بك وفي ضيفك. نعم، إذن بالأمس رعت السعودية في سقطرى اتفاق تهدئة يقضي بمنع خروج السلاح من الوحدات العسكرية إلا بالتنسيق مع التحالف، وكذلك إزالة النقاط الأمنية باستثناء التي ينشئها التحالف، واليوم الانتقالي يفرض نقاط عسكرية على مداخل مركز الجزيرة، كيف تقرأ ذلك؟ في الحقيقة أن التحالف العربي يعني بصراحة يحرص كل الحرص على عدم شق الصف وعلى المضي قدما في مواجهة عدو واحد لليمن والعروبة والحوثيين. أعتقد أن الجميع سواء في سقطرى أو في غيرها من المحافظات سواء الجنوبية أو الشمالية التي وصل إليها التحرير أو الشرعية لن يسمح التحالف بالخروج عن منظومة هدف استراتيجي رئيسي واحد وهو مواجهة الحوثيين. أي نتوءات أو خروج أو محاولة إثارة بلبلة لن يسمح بها التحالف. أنا أعتقد أن هناك عناصر أنا أعتبرها ماركة أو خارجة عن هذه المنظومة تريد أن تثير البلبلة، سواء في سقطرة أو في أب أو في غيرها أو في الطالع أو في أي مواقع أخرى من اليمن. الأحرى بهذه العصابات، أنا أسميها عصابات، أن تلزم وتلتزم مع التحالف بالاتفاقيات التي من شأنها مصلحة اليمن، لأن هذه الاتفاقيات التي التحالف يحاول أن يعملها أو يعقدها في هذه الظروف هي لمصلحة اليمن، ليس لها مصلحة التحالف أخرى. ومن يحاولون إدارة البلبلة هنا مدعومون بالأسلحة، مدعومون بالعربات، مدعومون بالصواريخ، يعني لأسباب في الأخير هي ضارة بمصلحة اليمن وبالمجتمع العربي قبل أي شيء. دعني أعرج على نقطة هامة عزيزي إن سمح الوقت. المملكة العربية السعودية تحديدا تحترم جميع مكونات الشعب اليمني، وتحترم كذلك ما يتم الاتفاق عليه بين أبناء الشعب. لكن المسألة سيد سلمان بعيدا عن الاحترام، هنا نتكلم على أزمة يعني إنسانية وأزمة عسكرية وأزمة دولة تهوي الآن. ما الذي قد تفعله السعودية في حال انفجر الوضع العسكري فعلا في سقطرى؟ شوف يا عزيزي، احنا لا بد نعترف بالشيء، وهذا الاعتراف ليس بسمة السعودية، ترى بالمجتمع العالم
أو الدولي. ما قدمتها المملكة العربية السعودية اليمن لم يقدمه أحد ولن يقدمه أحد. نحن نتكلم على ما يحدث الآن في سقطرة سيد سلمان. الذي قدمته السعودية لا ينكره أحد. طبعا سقطرة يا عزيزي هذه مشكلة سقطرة. أنت كما تعلم ويعلم الجميع أن هناك اتهام لمحافظ سقطرة اليمنية اللي هو رمزي بن محروس للمجلس الانتقالي بوضوح. دعنا نتكلم. قال أن ما يحدث في المحافظة من محاولات تمرد منذ فترة هي من ألوية عسكرية مدعومة من المجلس الانتقالي وليس هناك مطالب محددة من اللواء المتمرد. يعني هل تعتقد أن رمزي محروس الآن هو سبب ما يجري في سقطرة الآن الخلاف حوله الآن؟ قد يكون جزء من المشكلة وأنا أقولها بكل وضوح. المجلس الانتقالي يا عزيزي طالب من الحكومة الشرعية. لكن ماذا عن المسلحين الذين قدموا إلى سقطرة الآن وهم من مناطق غير من أبناء سقطرة؟ تتحمل الشرعية الحكومة الشرعية جزء كبير مما يحدث في سقطرة. يجب ألا نرمي بكل العبء على حزب الإصلاح أو على المجلس الانتقالي أو على الحكومة الشرعية جزء مما يحدث الآن في سقطرة يا سيدي وفي خيرها. الحكومة الشرعية لم تلتزم بعدم لكن سيد سلمان فوق الجميع التحالف هو الضامن لهذه لما يجري سواء في سقطرة أو في عموم اليمن بشكل عام. يا أخي أنا أكرر دائما التحالف لا يملك عصا موسى لكي يضرب أو يقمع أو لا. التحالف العربي يسير وفق إجراءات قانونية ودولية معترف بها. الحكومة الشرعية وضعت الكرة في ملعب الحكومة الشرعية وكان من الأحرى أن تلتزم الحكومة الشرعية بالقرارات والإجراءات التي تضمن عليها اتفاق الرياض. دعني أسألك أنت سؤال وأسأل الحكومة الشرعية ماذا حدث في عدن؟ لم يتغير لا المحافظ ولم يعين مدير الأمن عدن. هذا إذن الحكومة الشرعية لا زال لديها خلل كبير لم تلتزم فيه. يعني نحن نسأل الحكومة الشرعية ماذا قدمت؟ ما يحدث الآن في سقطرة هو نتاج لعدم التزام الحكومة الشرعية باتفاق الرياض من الأخير. أنا أقول هذا لو أن الحكومة الشرعية اتفقت بما تم في اتفاق الرياض لما حدث ما حدث في سقطرة الآن. المجلس الانتقالي يسير ويطالب بإجراءات كان من المفترض على الحكومة الشرعية أن تنفذها ولم تنفذها. أنا أحسب وأحمل المجلس الانتقالي مسؤولية نقطة واحدة بصراحة وهي أنه كان من الأحرى ألا يتخذ هذه الإجراءات. كان من الأحرى أن ينتظر قليلا ولكن في المقابل إلى متى سينتظر؟ هناك تناقضات وهناك أمور في اليمن بصراحة تجعل الشباب مشيبا. نعم تفضل بالبقاء معي سيد سلمان. نعود إلى سيد عبد الله بداهن. إذن سيد سلمان سيد عبد الله أشار إلى أن السيد محروس هو جزء من المشكلة وسبب الأزمة في سقطرة. كيف أو هل هذا صحيح كما ترى؟ سيد عبد الله بداهن. نعم كنت قد سألت أن السيد سلمان أشار إلى أن سبب الأزمة أو جزء من الأزمة في سقطرة هو السيد محروس هناك. هل تتفق مع هذا الطرح؟ أعتقد بأن هذا الطرح ينافي الحقيقة بأن المحروس ومن خلفه السلطة الشرعية في سقطرة الممثل اليمنية ولمن المملكة السعودية ودول التحالف أفريقيا من أوجد ومن عين محروس في سقطرة الرئاسة اليمنية وهي المخولة بأن تنتقده أو أن تعدل من أي سلوك تقوم بها السلطات المحلية تنافي مهامها المنوطة بها في إدارة وضع البلاد في سقطرة. لكن من المهم أيضا نؤكد بأن المجلس الانتقالي الجنوبي كان يفترض أن وإن كان ولا بد سقطرة يفترض أن تكون بعيدة الصراعات لأن سقطرة لها خصوصيتها البيئية والجغرافية بعدها أو الانقلاب أو ما تلاه من الانقلاب الانتقالي
عدم يعني يفترض ان تكون سقطرة بمنع عن هذه الاحداث، ولكن اعتقد بان مساله سقطرة هي إماراتية. لكن سيد عبد الله، سيد عبد الله، هنا ليس هناك اعتبار لخصوصية أبناء سقطرة ولا لجزيرة سقطرة ولا لسلميتها. ماذا لو انفجر الوضع العسكري هناك؟ أبناء سقطرة مضطرون أن ينفجر الوضع في بلادهم التي يحرصون على ألا ينفجر فيها الوضع وألا تنجر للعنف و للقتال، لكنهم في الأخير لا بد أن تكون لهم فعل على الأرض، سواء كانت سلطة أو سواء كانت مشائخ وقبائل، لأن المجتمع هنا قبلي ولا بد أن تتشكل مقاومة قبلية مجتمعية محلية تجاوز أي تدخلات من أطراف الصراع التي تتصارع الآن في عمان وفي مع سواء كان الحوثي او الانتقالي الذي للاسف استورد ما يقارب قبل شهر ونصف اي والله كان قد جلس ما يقارب 300 سندي، وهذا مؤشر واضح بان ابناء سقطرة المنظمون والمنضوين تحت اللواء الاول. وصلت فكرتك سيد عبد الله. نعم، لا ولم ينفعوا القتال، لذلك جلدت الإمارات عبر المجلس الانتقالي. شكرا، نعم شكرا جزيلا لك عبد الله بداهن الناشط السياسي، كنت معنا من حديبو. ينضم إلينا أيضا الضيف إذا نعود للسيد سلمان عسكر. سيد سلمان، هنا إذا ما تحدثنا على أن الانتقالي على ماذا يراهن المجلس الانتقالي في التصعيد العسكري في سقطرة البعيدة أصلا عن مركز الصراع، على ماذا يراهن؟ لا شوف، ليس سقطرة ليست بعيدة عن منطقة الصراع، يجب أن نحدد الأمور. الجنوبيين الآن المجلس الانتقالي يرى برؤية أن سقطرة جزء من منظومة الجنوب، لكن ما يحدث الآن يعني من اضطرابات في هذه الجزيرة هي في الأخير ستضر بالشرعية، ستضر بالانتقالي، ستؤثر على الدور الذي يقوم به التحالف العربي في اليمن. أنا كما أشرت قبل قليل، الآن أمام جميع المكونات والأحزاب اليمنية عدو مشترك اللي هو مواجهة الحوثيين. ما يحدث الآن في سقطرة سيؤثر على تقدم الشرعية وعلى دور التحالف العربي في اليمن، وسيؤثر على المجتمع اليمني ومكونات اليمن. لكن سيد سلمان، الحوثي ليس في سقطرة هنا. أنا أعلم جيدا ما يحدث الآن في سقطرة هو بابين ثلاثة أطراف أو ثلاث مكونات أو ثلاثة أحزاب، دعنا نقولها بصراحة. المجلس الانتقالي، الحزب الإصلاح، الحكومة الشرعية أو سمها ما شئت. الآن الأحداث التي تحدث في سقطرة من المستفيد منها؟ هذا هو السؤال. هناك أمامنا طرف واحد اللي هو المجلس الانتقالي، والاتهام سيتوجه للمجلس الانتقالي. طيب نحن عندما نسأل المجلس الانتقالي، أنا أتحدث الآن معك بلغة العقل، عندما نمسك المجلس الانتقالي ونسأله لماذا تقوم بهذا الدور، سيكون جوابه صريحا وواضحا بأنه بسبب تماهي أو تباطؤ الحكومة الشرعية في التزامها باتفاق الرياض. هنا سنتوقف. نعم، تفضل بالبقاء معي. انضم إلينا السيد الدكتور عبد الله دشيلة، وهو عادل، عفوا دشيلة، وهو الباحث السياسي من اسطنبول. مرحبا بك معنا سيد عادل. اهلا وسهلا بك. نعم، اذا الشرعية تتحمل ما يجري في سقطرة، الى اي مدى تتفق مع هذا الطرح؟ اعتقادي ان الشرعية لا تتحمل ما يجرى في سقطرة او ما يجري في سقطرة، لأن الدولة اليمنية في المقابل يعني وضعت كل بيضها في سلة المملكة العربية السعودية، وسلمت حتى المواقع التي كانت بيدها للدولة السعودية أو للقوات السعودية في سقطرة. الدولة اليمنية وقعت اتفاقا سياسيا مع ميليشيا متمردة تحت ضغط من الإدارة السعودية، ووافقت على إشراك هذه الميليشيات المتمردة في إطار الدولة اليمنية، وكان هناك اتفاقية مزمنة سواء في الجانب السياسي أو الجانب العسكري والأمن. الانتقالي أو الميليشيات المتمردة ومن يديرها من دول الإقليم تسعى لتنفيذ الجانب السياسي قبل الجانب الأمني والعسكري، وبالتالي
الشرعية اليمنية رفضت هذا الطرح، وحتى اللحظة الحوار جاري والتفاوض جاري في الرياض بين الحكومة وهذه الميليشيات على أساس تنفيذ الجانب السياسي قبل الجانب العسكري والأمن. إذن أنا باعتقادي من يتحمل المسؤولية الكاملة هو من يمول أو يدعم هذه الميليشيات المتمردة داخل سقطرى وعلى وجه التحديد الإمارات العربية المتحدة. لكن سيد عادل، برأيك لماذا يحدث ذلك على الرغم من أن اتفاق التهدئة الذي رعته السعودية أمس يعني كان المفروض أن يمر بشكل سلس؟ لماذا تحدث هذه الانقلابات على هذه الاتفاقات؟ نحن نعرف جيدا بأن هذه الميليشيات المتمردة لديها أهداف واضحة وتريد الانفصال بشكل معلن، وبالتالي أي عملية تسعى أو أي إجراء يسعى إلى تقويض وجودها العسكري على الأرض ترفضه. لذلك هي الآن تتخبط ساعة تفتح اليوم. الدولة اليمنية تواجه الميليشيات المسلحة في الشمال في 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 الجوف في مأرب في صنعاء، واليوم أيضا تدعم قبائل وتحاول أن تشارك قبائل البيضاء والانتقال يفجر وضع عسكريا داخل سقطرى. أخي العزيز، أنا باعتقادي الحديث عن أن الدولة الشرعية تأخرت أو تباطأت، الدولة الشرعية متواجدة داخل الرياض وتخضع بشكل كامل للإملاءات السعودية، ومن يقول غير ذلك فهو ينكر الحقائق. لذلك أنا باعتقادي الآن الكرة في ملعب التحالف العربي وعلى وجه التحديد المملكة العربية السعودية، هي الضامن الوحيد لتنفيذ هذا الاتفاق. من المستبعد أن ينفذ الاتفاق بحذافيره دون أن يطبق الشق الأمني والسياسي، الأمني والعسكري والسياسي. إذا تم إذا قبل الانتقالي بأن ينفذ الشق العسكري والأمني، لا يوجد لدى الدولة اليمنية أي مانع بأن يتولى منصب المحافظ عدن أو وزارات سيادية في الحكومة. نعم، هنا سيد سلمان، ما الذي قد تفعله السعودية في حال انفجر الوضع العسكري فعلا في سقطرى؟ بس تسمح لي قبل ما أجاوب أرد بأدب على ضيفك في اسطنبول. يا أخي، المملكة العربية السعودية دعنا نسأل ونضع علامة استفهام، ماذا قدمت اليمن؟ وفي المقابل ماذا قدمت تركيا وقطر لليمن؟ هذا السؤال. وإيران المثلث الإرهابي هذا ماذا قدم لليمن؟ أما المملكة العربية السعودية فانظر ماذا قدمت اليمن من مركز، بدءا من مركز الملك سلمان ومرورا بصد الصواريخ التي يرسلها الحوثيين على المدنيين في مأرب وغيرها، والتي أتت عن طريق إيران وحلفائها الثلاثة. يا عزيزي، نحن الآن أنا لا أريد أن أدخل في مهاترات نقاشية مع أشخاص يرمون التهم وهم يخضعون لسلطة تركيا. أنت الآن هو الآن في تركيا. سيد سلمان، لو نركز في إجابتك، ركز على إجابتك، قل ما تريد. أنا أعي ما أقول، بس نعم. أنت تدعم المملكة العربية السعودية دولة عظمى بتفاهات ناس ساقطين يخضعون لإملاءات تركيا وقطر، أنا لا أقبل. هذا أولا. نحن نتكلم عن ما قدمت المملكة العربية السعودية. يا سيدي، ما يحدث في سقطرى، أن تتهم أيضا الإمارات العربية المتحدة. يا أخي، المملكة الإمارات العربية المتحدة فقدت أكثر من 60 جندي في ضربة واحدة للحوثيين. صحيح هذا الكلام أم غير صحيح؟ نحن نريد أن نتكلم بمنطق وواقع، أما هرافات لا يصح يا أخي. نعم، أمامنا مشاهدين الآن، ملايين المشاهدين يتابعون قناتكم الآن. نعم، وأتمنى أن يكون الكلام واقعي وحقيقي. نعم، وصلت فكرتك سيد سلمان عسكر الصحفي السعودي، كنت معنا من أبها، شكرا جزيلا لك. نعود للسيد الدكتور عادل دشيلة، هل هناك ضوء أخضر إذا ما تحدثنا لما يجري في سقطرى إذا كانت الأحداث مبررة؟ طبعا الوقائع الأرض تشير إلى أنه هناك ضوء أخضر إقليمي لهذه الميليشيات المتمردة، لأنها هي عبارة عن أدوات تحركها دول الإقليم. أنا باعتقادي أن المجلس الانتقالي لم يتجرأ أن يقوم بأي خطوة عسكرية دون أخذ الإملاءات أو أخذ الأوامر من إدارة أبو ظبي. يوم أمس أو قبل يومين تكلم أحد أدوات أبو ظبي يعني على الملأ وقال نحن مع الإمارات العربية المتحدة. يا أخي، الحديث الآن عما يدور في المناطق الجنوبية هو سيناريو مرعب، والوقائع على الأرض تؤكد
تورط التحالف العربي بشكل كامل في هذا السيناريو. ومن يقول غير ذلك فهذا يعني شأنه، لكن نحن لا نستطيع أن نخفي الحقائق أو أن نتكتم على هذه الحق. هذه حقائق واضحة. من الذي يدير هذه الميليشيات المسلحة في المناطق الجنوبية؟ من الذي يمولها عسكريا، يقوم بدعمها عسكريا وسياسيا ولوجستيا وأمنيا، بل ويفتح لها مكاتب داخل نيويورك بدعم إماراتي مباشر وعبر تحوالات مالية من داخل أبو ظبي إلى داخل نيويورك؟ أليس هو التحالف العربي؟ أنا باعتقادي أنه ما يقوم به المجلس الانتقالي حاليا داخل سقطرة هو ضوء أخضر إقليمي، وخصوصا من الإمارات العربية المتحدة. نعم، بإجابة بسؤال أخير سيد عادل، لماذا يتم استدعاء تركيا وقطر من بعض المحللين في حال أن ناقشنا الشأن اليمني وما يعانيه الوضع هنا؟ طبعا مثل هؤلاء نحن لا نمتلك، يعني نحن لا نستطيع أن نرد على هؤلاء. هؤلاء عبارة عن يعني عن باختصار سيد عادل يتهربوا من الحقائق من الوقائع، لأنه لا يوجد لديهم الحجة والدليل والمنطق على أن يردوا على هذه الحقائق وعلى هذه الانتهاكات على الأرض. وبالتالي هم يتخبطوا ويقولون محور تركيا، محور كذا، محور قطر، لأنه ليس لديهم ما يقولوا للشارع أو للمواطن العربي أو حتى للمواطن الخليجي. الحقائق واضحة ولا تحتاج منا إلى تفسير من هنا أو هناك أو تحليل سياسي. ما الذي يدل على الأرض واضح. نعم، شكرا جزيلا لك الدكتور عادل دشيلة الباحث السياسي، كنت معنا من اسطنبول، وأيضا الشكر موصول للصحفي السعودي سلمان عسكر كان معنا من أبها، وأيضا للناشط السياسي عبد الله بداهن كان معنا من حديبو، وشكر موصول لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة. لكم التحية مني ومن معد الحلقة وديع عطاء، وفي أمان الله.